بيته رفيقنا بيته كله والله ثقه بالله ثم فيكم لبى والله عيونكم يا المحاسم المليانة يا الصنديد انتو يا باجر مرة الرياض الرياض ما رحت رحت قال الطيارة طارت وعاين في الطيارة الطيارة ما طارت بس طحت لي في واحد مش كويس ولا الطيارة ولا ما رحت عاين فيها وعود ودق على أهل الإعلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشلونكم طيبين الطيارة تراحت يا ريج قال وش سوي بك وش الطريقة الصحيحة قلت نأجل الإعلان قال كيف نأجله كيف يعني كيف الطريقة اللي نأجل بيها قلت نخليه السبت يعني وأطير لكم أنا في الليل قال لا بيجيك الآن رقم حساب ضفه عندك أنت وش تطبيقك قلت راجعي قال بيجيك ذهين حساب يعني ضفه قلت وإذا ضفته قال إذا ضفته رجع فلوس قلت كيف يعني كذا وال 1150 حق التذكرة وأنا وديها قال ما أدري بيجيك الآن حساب رجع الدراهم حقتها قلت يعني كيف يعني كيف يعني كيف الطريق قال رجع فلوس قلت سم رجعها قال لي رجع رجعت فلوس وانا مرجع فلوس رحت البيت كذا صليت الجمعة قلت الوالدة يمك ما شاء الله همداك تروح تسوي إعلان وتجي قلت لا أنا ما رحت يا فلح الله يوفقك تبي خبز مغفص بسمن قلت والله مالي خاطري بروح أركض قالت لا لا أوك عشان غس تسبدك يجيك حرقان يمك بما تسبدك محترقة يجي بعد حرقان زياد يعني عشان ترتاح مرة قلت لا والله ما بي مالي خاطري يا فلح المهم أجيك كذا قلت لي ما يكتب لك عسر يا أبو محمد وانزل ثوبي وحذفه وانزل وادخل وسط البطنيه والزم البطنيه شو الجوال يدق سناب فطالع لذا عبد المحسن قلت خلني هذا يا رجل شو الجوال الاتصال الثاني يدق رقمي فطالع كذا لذا عبد المحسن سلام ابو محمد وشلونك عساك طيب بشرني عنك طبعا الولد يحس بني اني رحت الرياض شلونك وينك وش العلوم بخير بشرني عن الأوضاع بخير أبو محمد باعين عندك سلف 5000 جايك البارح حوالي أنا أدري في كذا يعني ودنا إذا فيها مجال أنا ما أدري كيف أقنع عبد المحسن في الباطل قعدت أضحك كذا كم تبيك 5 العشاء يدنهي في حسابك أنا ما أقدر أحول ميزانيتي شوي بس العشاء هي في حسابك قلت تزين يا أبو عاد أنا ما رحت قال كيف يعني كيف يعني إنك ما رحت كيف يعني أصدقك قلت شوف التصوير بيجيك في السناب دي أصور وأنا مستحي فجأة الولد شاف شاف إني في الديرة تغير أسلوب أذكر إني كنت أسولف فجأة تقفل الصوت طنق طنق لكن نمرك 444 الله واحد ما شاء الله تبارك الرحمن الله يبارك فيكم هذه هداء مني لكم اسمعوا الله كتب انك تحبه ويخليه اسمع قلبي وكمل الله يبارك فيكم ويتمكم على احسن حال يا حباني انتم ان شاء الله اني بسوي لي لبعينك مين من امشي بسوي طرطة عبد المحسن تشتري لي طرطة دخلت 400 و 400 و 400 و 44
444,000. أنا خبرنا حفلات إنها 100. يعني إذا دخلت 500 أوكي، بس إذا دخلت 440 دخل. إذا دخلت 500 وقع حاله كرته إيه سمال. خط. سمال. مالك نفس؟ ما بايلس. طيب أخليك ترقد وتقوم ويمكن تروق وقتها. يعني بكرة. إيه. عيدا. أنت بترده. أبي ترده. أنت خالق صورة. إيه. بس ما تصير 44. إلا ليه؟ أنت مشخص الموضوع مع 44 دي. ليه بس طيب ليه 50؟ 6000 صعبة. خلوا يكملوا 6000. 450 شو أكثر؟ كم؟ انا احسد شخص واحد اللي هو عبد المحسن. عبد المحسن يقول ابو محمد ما قد تابعت باب الحاره. انا الواوي ما تشوفنا مسمين الواوي؟ ترى في واحد من العيال اسمه ال11 ريتوله، عرفتوا اعلان سفنب الابيض ذاك يشبه له عندنا في الديره، اسمه توله مسمين ال11. احنا مغرمين جدا في باب الحاره، انا وسالم الواوي، ناصر شايع، ايه، فاللي يتابع باب الحاره بيحزن من المقطع ذا، هذا معروف اخو الداعشري قادح. الداعشري قادح بس انه سفويسقه، ياكل المتخدرات وصربوت، فهمتوا؟ ولا روابعه رجال، ولكن الظروف احكام، وش يسوي؟ عياله ملعين والدي، معروف. تكفي ناصر، شو اسم ذا؟ ها؟ شو اسمه؟ ابو عناد. ابو عناد معروف، ابو عناد عيال اثنين معروف، كله الدابو ومات. الدابه اي والله، كله الدابو ومات، صار ينتفض 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 ينتفض. اي والله تقعد نبكي اقسم بالله. اي والله انا طبعا تبعت باب الحاره وانا مرع، يعني كم عمري يرى يجيني من باب الحاره؟ كم لا 16. لا خنوره عم صغير. لا اقل من 16. مريض انت؟ باب الحاره عام كم؟ ورع الجزء الماراثوني. ايه الجزء الاول. عام كم معلمكم؟ كنت اذكر اني ورع رونا مبارك خير يقول امور بسيطه. اذا قالها مبارك خير لك ادري انك تدري كم كان عمري؟ 10 سنوات. عشر سنوات أول ما نزلت باب الحارة كان عمري 10 سنوات. ورع ما تقول يا ها؟ ما تقول 10 سنوات؟ اي والله انك صادق؟ لا والله ما تقول. 10 سنوات تدري كبر من؟ كبر مبارك وزواج تكتب؟ ايه بالله عني اكتبها، بالله اكتب. ها ما تقول. المهم ان شو اسمه تبعنا احنا ورع صغار باب الحارة دي، فكنا يعني ما اكيد ان تاثر وكذا، فكنا نحبهم نعاين فيهم يومي من رمضان لرمضان تحره. اي والله كل رمضان، كل من رمضان لرمضان. يعني تخيل واحد الحلقه الاخيره في رمضان عام 1431 طع اطلق نار، متى ندري؟ عام 1432 بعدها بسنه، يعني عمر الطلقه سنه. فمات معروف اخي معروف شوف انت هذا، انا كيف اقنعك يا عبد المحسن؟ انت ما تبعتها صح؟ طيب تعال على يمين، انا كيف اقنعك يا ابو عيد ان هذا تمثيل؟ اخي بعرف ما كيف اقنعك؟ شوف سوا كذا اقنعك يا ابو عيد؟ شوف الداعشري اخو محسن كيف اقنعك؟ انا كيف؟ شوف هذه دعوة يا ابو عادل. ما زيك انت ما تعرف باب الحارة، تسمع بها ولا قد شفتها. حلو، كيف انا كيف اقنع عقلية شخص بالغ ان هذا تمثيل؟ الشيء اللي قاعد تشوفه ذا كله تمثيل. ملعين شكل، ملعين شكلهم. هذا سارق يا ابو عادل. هو؟ ايه وحلف على القرآن. ذبح ابو سبع العود. العود.
وذبح ابو سمر. ذبح رجال وسرق رجال. سرق رجال. رجال. سرق ذهب. هو زابل من الجدر اطرح رجال. يوم شوف اطرح طلع جنبيهم مسوقني قال ريح رجال. اسحبه اسحبه ودخله معه في البيت. يوم دخله معه في البيت شافت امرته قالت عبوك ذا وين اوديه؟ عبوك ذا وشنو؟ الله يلعن جدك قال انا ذبحني الفقر وملعنت الوالدين وسرقت ابو ابراهيم والرجال ذا طرحني. وهو اللي طرحني وبيفضحني عند الناس اني انا سرق علي الطلاق لا ذبحه واذبح الفقر معه. تنتي سحب الرجال برجله دخله دخله واحفر قبره عند قبر ابوه جنب قبر ابوه وادفنه. قبر ابوه الله الله قبر ابوه قبر الرجال قبر ابوه جنبه حطه جنب ما هو بجنب ابوه شفت السروق؟ ايه جنب ايه براي شفت السروق؟ ابوه ميت ودافن ابوه في بيته السروق؟ السروق ابوه ميت اللي دعشن اللي يب كذا ابوه ميت ودافنه في بيته جاب ذاك ودفنه جنب ابوه هذا ما راجع برضي اضربه جنب ابوه وجت المرأة قالت لعن ابوك انا وش اسوي قال علي الطلاق لا ذبح لحطس جنبه طيب ادعش ما ابوه اللي معك بيت لا هذا ابو هذا اللي دعش هذول عياله اثنين ايه المهم طال عمرك قالوا انا ذبحني الفقر ومن عند الوالدين ورعاني يسحبون حمار يوميا يروحون يبيعون عليه مخلل ليه وين في علي الطلاق لا ذبح الفقر ولا ذبح ذا اللي قفطني ذبح جاني يوم الثاني قام ابو ابراهيم يوم قام ابو ابراهيم قال ما في الا لدعشري انا اشك في لدعشري يا ولد انا شفتك ايوه ما في الا هو فيسك قال يا رجال ما هو انا اللي سرقتك شفتني بعيونك قال يا ولد انا لمحتك بعيوني مع الدريشه يقول راعي الذهب قال يا رجال ما سرقتك جاء شيخ القريه والجماعه اللي معه قال ايه اجتمعوا قال احلف احلف على القران ذلحين احلف قال احلف اني ما سرقتك دخل يده ايش اسمه جاب وشاب وصد باللي دعشر عجم قال ولد بشلع منك واحتزم ان كان خانه يوم ايه قال تعقب قال تعقب تخسى ماني بسرق يوم اني يجي في ظلك انا ماني في حرك يقول ابو شاب ايه وعلي الطلاق يقول اللي دعشري وعلي الطلاق لما تجنن من دربي انا اخليك تحول شواكنا انقلع ملعون والدين ملعون والدين مطروخ كلهم عليه شخصيات قويه ايه كلهم اثنين ضغط عاد يحلف على القران احلف احلف غز جده في القران احلف قال والله اني لا لا سرقت ولا ذبحت قالوا اضرب الباب مع السلامه المهم طال عمرك قال انتوا يا اهل الديره الدوله حاقدين علي والله لالعن والديكم واحد ورا الثاني انتوا يا اهل الديره المهم طال عمرك قال العقيد يقول انك ما تطلع لي دعشري الا حنا نفتشك قال العقيد ايه العقيد فرنسي لا مو فرنسي اهل الحر قال انتوا تزققونها معي الله يلعنكم يلعن والديكم يلعن من يجلس في ديرتكم انا بشد بروح لابو النار ما عاد جالس عندكم ايه من هو ابو النار ويجيك حار الثاني جنبهم كسرهم ابو النار وش اسمه ابو معروف جاء عند عبده يوم قلت طالع من الحار قال وقف بفتش الحمار قال ما انت فتش قال لا فتش قال تدري اقرب من الحمار فتش وقرب منه وقرب منه فخطرط المشعب فسلكها اول ما سلكها علي الطلاق سلك من؟ سلك عبده ملعون والديه بعد ترى قادح فسلك يحط على الظل يظل منه شكله كلهم قاعدين وسلكه منه على قاعة على قاعة اذنه باب الحارة بس احنا هذا نفسه حارة الضبع مقويهم كلهم يعني كلهم مقويهم كلهم ملعون والديه وياس قرب سلكه قال عن الحمار عندك فتشه قول لي اسحبه طال عمرك ولا يضرب الرجال مني الا دمانه فطلع ابو شاب قال تضرب رجال انا مرسله قال اضربه والعن والدك ولدي يقول انت يا ابو معروف ميت عقيد الحار فهمت؟ معروف دعشري قال تضرب رجال انا مرسله قال اضربه والعن والديه والعن والدك بعد اي والله فسحب الخنجر يوم سحب الخنجر في عياله الاثنين يوم يقول ابو معروف مات ذا اخي بعرف هذا واخوه معروف قال تضربون ابوي علي الطلاق انك تعقب يسحبون ايش اسمه يسحبون العصي يا مال الشحب ينقزوا يجون رجال يجودونهم قال لي بين رجال ابوكم عليه رجال عاينوا بس رجال برجال مسوين دايره هذه مصيبه اي والله يجيك ابو صالح زعيم ما اشهد بالله به زعيم اشهد بالله ابو صالح عاد الهدى ما شفت شفت؟ المهم طال عمرك هو يجي ابو صالح يفارع بين الريجي قال ما عاد لك مجلس قال ما عاد قال انتوا ظلمتوني
شيبتوبي خليته كلش فيني. ليه؟ مش انا حاصلا مني من قصور. كل ما حصل شيء قلت له ادعي شري وعياله الله يلعن ابو من جلس معكم. عفت الحال والترحم. مش انا عيالي يطلع ويروح لي حارة ابو النار. راح سكن مع حارة ابو النار يا طويل العمر وكان يجي بيته اهرابه ونحشه وعياله زقرتيه من عين والدي. وش عنده يجي بيته؟ وده يطلع ابنه. وده يطلع الذهب ولكن ما يلوس. الذهبين؟ ما تفون في البيت. دافنه مع ابوه. فوق مع جثة ابوه. المهم صار فيه مشاكل. طيب روح بقول نسيت غلطني بقول. ما يمديها. ما يمديها. قال انا بروح لش اسمها. صار فيه مشاكل بين حارة ابو النار وحارة الضبع. حارة ابو معروف اللي داشه. اول الشاب. ايه. المهم جاء قال لا عشان تدري جاك العلم قال انا بلعن والده الديره قال ان كان كثر استلعن والده انا وراك روح لها ديره الضبع ديره 11 اذا لي انحاش طلع من ديرته قال انا وراك انك اكتبي تلعن والديها روح يتحدون معاه قال لا هو خوي لك بروح بلعن والديهم قال بدعنهم وراك تقابع يوم تقابع الرجال قبل يتقابعون بساعه زبن ومن الرجال ذا وراح لحارته طبعا هو منظف ويحد سككي حارة الضبع حارته هي بيها يوم دخل عليهم ايه المهم دخل قال وينه يقول ابو النار ذا قال وينه ما ادري ويش لا الا ايش اسمه هو ابو الحي اللي يصرخ الخرفان ايه هو قاعده بعد ابو سطور وابو النار بس انه وش قال وينه اللي تقفل ريجي مدمن يقول ما دب أبو النار لا أبو النار يقوله أبو سطور وين هكذا رجال فيكم يا حارة الضبع أقوى رجال فيكم أطمر يا معتز قال بكسر راسك وبكسر راس خارك خارك إيه فجاء أبو حات جاء العقيد أبو شهاء قال أنت تكسر راس من قال أول راس بل عن والديه راسك يقوله أبو حات ولا بكسر إلا راسك ولا بحلق إلا شنبك يقول أبو النار فاطمر يا لدعشر يا راعي الدير أطمر قال فجرت يا حريمة فجرت يعني تعقب يا مرة فجرت يا حريم حالي الطلاق منك تعقب قال أنت يا أبو النار أنت يا أبو معروف تغدر فيني وأنا اللي أويك في ديرتي كانت في ديرتي أويتني في بيتك لكن أنا ذا الحين عند بني عمي وإخواني والله منك تعقب ما إيه العن والديه قال علي إيه علي الطلاق منك تعقب ما العن والديه إلا والله ذيب قال أنا لا أنا 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 ما عاد بي العقيد أنا ما عاد بي كلمت نحن أبوك أنت بقطع راسك وبصبك هوا تلين قال اقدم الله يلعن والديك ويسحب الجخنجر ابو العقيد مع العقيد وفي واحد اسمه ابو سطور اصوك راس ملعون والدين ملعون والدين حناش واطمر على اطمر على دعشري وتجلده وشل ابوك حطه فاطمر عليه ذا ووسم طق بالوسم منه شب وجهه بالسكين انت يا لدعشري انت يا لدعشري وسم لا لدعشري او طقت انا لدعشري وسم ما وسمه اللي طعن بيده طعن وسم ابو سطور وابو سطور اضربه بالخنجر هنا ليه يا ابو سطور ايه فصك يده انزل مع الريجي وش ابوك حط ابوك انتهت العده جات الشرطه وانتهت يوم انتهت قالوا الريجي نحن ابوك حنا كيف نجازيك حنا اللي طردناك حنا اللي سرق قلنا انت سروق نحن ابوك انت مدب سروق نحن ابوك انت شيخ نحن ابوك انت ما تستحق الفقر اللي انت فيه بنزين بيتك ورجع انت وعيالك اطمع قده في راسك بعيدا عن كلش وجابوا ابراهيم واعتذر منه كبر في عيون الريجي هو كبير اصلا في الاساس في رابعته من عنوان دي المهم قال يا ابو عصام انا يدي رايح تم فيها عالجني قال تم يبي لها مراجعه في البلد وجوه قال الرجال باقي اروح البلد لفه عود ويلفه ويشتغل مع الريجي ويجي اسبوعين تنتف خيد فعود ابو عصام عود بالوجع قال يا ودي يدي قال يا ابو معروف ما في العلم الا سلامتك يديك لازم تقطع فيها غرغرينه يا رجال مدها قران اي والله يا ابو عاد قال اقطعها قطعها ورقد ذاك اليوم وتعب ويجي ولده عند راسه يبرى له ويعالجه اطمر يا الداب يمكن كبير داب شوفه طلع في التصوير في الفيديو أوه يمسك الصاد أسود يو على الحرق ويضرب المعروف الطيب عياله وين في رجله ويطيح معروف يا بوي يا بوي قالوا عن أبوك أنا أبو عصام أفسع أبو عصام رجلت ماذا بحب معروف
قلت ما ذبح 11 ليتر. ما قرص 11 قرص ولده. قرص ولده قالوا لي رايح يشرب ماء. ايه رايح يشرب ماء برا في الحوش. يعني ما دخل عليهم؟ لا واسلكه طاح الرجال ما يمديهم يطلعون ينادون ابو حاتم ابو ذا ويجي ويدخل الى الرجال ينتفض يمسكها ايش اسمه ابو عصام قال يا ابو معروف هذه لحظات الوداع الحلقه الاخيره اخر دقيقه مع ولد كذا تبي تقول شيء قول انت ولد قرصه الداب الحنش بيموت يا رجال قول لا اله الا الله اي والله ما يمدي يقفي من هلا الورع يا القطن سمع يطيح قال صل اخذوه ودفنوه ما عاد ابي اشوفه يجي اليوم الثاني يا ابو معروف وشعلو قال ماني بطيب راح اطيب عيالي وراحت يميني اللي تمنعني من الريج تقول كيف حالك ما عاد بطيب فقعدون شوي وتموت المره مرته وتموت مرته يوم قعد شوي عاد خلاص جاه الموت يوم جاه الموت نادي الريج قال يا ريجي انا سروق وانا اللي سرقت وانا اللي ذبحت ابو سمعوه انا اللي يتمت ولعان ابو سمعو انا اللي يتمت ورعان وانا اللي قصرت معه اعترف قال لا ابو ابراهيم الله يبي يحميك عندها اخته قال الله يبي يحميك ويسامحك قال ان كان كنت سامحتني من اللي بيسامح الايتام قال عادي سامحهم ولا ما العلم جاك قال ابو صالح حفرنا ودفنا ولا حديد قال ابو عناد ولده لا انا لا قال انا ما انا عفت الحال والترحى لا عادني بجالس انا بشيد من ذا الديره قال يوم تروح قال بروح العن والده الفرنسا حياتي راحت مات ابوي مات تم مات ابوه مات الشايب مات يا رجال ايوه يوم من اعتراف ايه ما اعترف اليوم انك كذا في سكرات تموت يقول امه هنا يبي السماع ايه قد يبي السماع الدمه وسيعه وين راح ذيبان الفرنساوي الفرنساوي كبره يلعن والده والدينهم وجا سمعه تذكر سمعه يوم تبي جاك سمعه ولد الحارس المذبوح قال بتقاضل ابوي ذبح ذيبان ايه عاد في الجزء الخامس تباصروا فعقبها عاد تباصروا وعقبها درى انه حصان قلت سامحتك الله يستر عليك روح قصة يا عبد المحسن وهنيك وهنيك انك ما سمعتها عقبة صامزة ايه نعم ايه صح الولد تبي ايه بالولد عين تمتينا ساهرة تسكبين يا عيني بالله يا لبيكم كل خلق الله يا عين تمتينا ساهرة أخويا ما في محد بات تقبي الصخابرة أرحب يا ولد وين الغيبة يا ولد يا ولد أنتظركم في أبوظبي واشتحنت وعني بعود علوم زين وش حالك عساكت. يا ولد وينك ما تبت يا ولد انشغلت في أبوظبي وتعرف روحات وجيات وش وقعت فرصة قليلة عساك طيب بشرك وش نزين يلا حية الله يبقيك وش علوم كربك طيب عساك طيب حي الله ذا الشوفة الله يحين باك ربوعك طيبين بشرك طيبين يا طيب يا مرحبا ومسهلا اسمع نبيك تطربنا أنا سمعت لك ما قطع ما أدري من تقلد غير صحيح أكيد غير صحيح ترى قد جاني قبلك منصور الزايد جاني طال عمرك أورنس وانت الحين المقاطع اللي شفتوها كلها كذب في كذب
يعني يسمونها يا رجال يبون شايفين حلقتنا الزينه في الاعلام يبون يفرقون بين